السلام عليكم. الاكل نفسي دائما ناكلو في نفس المكان، يعني خدم هذو المستطيلات باللوح بنوكل فيه السمك، نوكل فيه دائما هنا نفس المكان ناكل فيه. لماذا نفس المكان؟ غدوة غدوة نكون بغي نصيد، يعني بنقبض الحوت يجيني سهل، يعني في ذي المكان سواء نقيس الشبكه سواء خاصه الشبكه، يعني نجي نقيسها في ذي المكان ونقيس الماكله نقبض الحوت باذن الله. على ذيك عندي نفس المكان ناكل فيه، سوري هذو كاريت ديالهم دائما ناكل فيه الحوت باسمه. يعني قبض الماكله اللي كنت خدمها الساعه تكون كيف خدمها، هذه هي الماكله نفد غير كميه صغيره هكا، كميه صغيره فقط، ونزرعها هنايا. ها نزرعها في المكان هذا، ها هكا نزرعها في المكان هذا، والحوت راه كيوالف هنا بلاصه، يوالفها يوالف بلي هنا دائما كاين الماكله. صح على ذلك يجي هذا نفس المكان وراني ندور. ها باش نعرف كيما انا نعرف اماكن وين كاين الحوت، يعني حافظ كيما انا كاين ديال الحوت هنايا، حوت المربي حاجه صغيره ندير هنايا. هنا فان كما مثال ها نجي لهنايا، دائما نتبع الكاريات هذو وقيس الماكله، نقيس الماكله في الكاريات. ها الحوت كيجي لي هنا يوالف يوالف حتى غدو ما غدو كيجي نقرضو يجي لي سهل، ما نتعبش معاه. ها هنا كاين واحد دير كوي تاع الكوي تاع الاكواريوم هنايا، انا سينسيو فيه في باسن صغير، هذا غير الكوي تخدمي غير الكوي روج كوي جون كاع مخلط كاع هنا لي كولور، او تحت هنايا الماء راه مخلوض ما يبانلكمش كوره صافي، يبان لك نورمال كاع. كذلك نقيسو الاكل كاع في الكاريات في هذو المستطيلات تاع اللوح اللي خدهم سبيسيال. تكون غدو مغدو تكون جا ازولا هنايا تعمر كاع ازولا، هذا المكان الوحيد اللي يبقى فيه ما كانش فيه ازولا، نجيو ناكلو فيه. ودا الحوت يجي لي هنا المكان هذا يوالف بزاف، كي يوالف هنايا لا دا يجي غير هنا ياكل. هذه هي، والسلام عليكم.